حرام عليك بقى يا حموكش، حرام عليك، كل يوم تنكد عليا. ايوه كل يوم هنكد عليكي، ولو مش عاجبك مع السلامه. منك لله يا بعيد، ايه اللي هتتقلي بخروف واحنا داخلين كده على العيد والناس كلها تجري وراك؟ على اساس ان انت شيخه يعني ربنا هيقبل منك؟ غوري غوري، بس ربنا بيقبل دعوه المظلوم. بقول لك ايه، امشي من وشي دلوقتي حسب مقلبه معزه. منك لله يا بعيد، حسب الله ونعم الوكيل فيك. نكدت عليا البعيده، ما اروح اقعد على قهوه شويه افك. هي الناس كلها بتبص لي كده ليه؟ ما يا نهار اسود، ايه الصوت ده؟ طلع مني ولا طلع من فين؟ الناس دول بيجروا على مين؟ دول بيجروا عليا؟ يا نهار اسود، هي دعوه تنتهي يعني اتحققت ولا ايه؟ ايه ده، انا ضربت خروف؟ يا نهار اسود، ما شاء الله خروف، ده مين اللي جايبك؟ ايه ده، يكون حموكشه جايبه عشان يصالحني؟ لا يا ست الكل، ده حموكشه بنفسه. هو انت بتتكلم ولا انا بتهيألي ولا انت عفريت ولا ايه؟ انا يا ست حموكشه، منك لله انت السبب، دعيتي عليا قلبتيني خروف. ايه ده، الدعوه استجابت؟ ايوه يا ست الشيخ، اتفضلي بقى حضرتك كده عشان ترجعيني بني ادم تاني. الحمد لله يا رب، الحمد لله انت استجبت دعوتي، يا رب اشكرك يا رب. الحمد لله يا ست الكل، ممكن ترجعيني بقى؟ والله هفكر في الموضوع ده. ما تستعبطيش، خلصي. بقول لك ايه، ما تتعصبش عليا، لحسن ادعي ان انت تتقلب حاجه تانيه. في حاجه اصعب اللي انا فيه ده، انت لو كنت شفتي الناس وهي بتجري ورايا ما كنتيش عملتي كده. الناس دي صدقوا ملا وخروف. يلا يلا بص ايدك، خلصيني بسرعه مش قادر. ويرضيك يعني يا حموكش، العيال ما يعيدوش وما يذبحوش السنه دي. ايه، انت عايزهم يذبحوني يا وليه؟ مش انت خروف؟ اتلمي ولا جبت حاجه من عندي؟ ما انت اهو، الله، بص في المرايه يا اخويا وانت تعرف ان انت خروف. الصراحه شكلك مسخره. بقول لك ايه يا تنكا يا حبيبتي، افتكري لي اي حاجه حلوه. والله ما فاكره لك اي حاجه حلوه. طب فاكره يوم فرحنا يا حبيبتي؟ ده النكد ده. ايوه فاكره يا اخويا، فاكره اللي انت عملته. ها، لا بلاش تفتكري اليوم ده. طيب فاكره لما بتبقي تعبانه انا بعمل ايه؟ ايوه يا اخويا فاكره، بتقعد تزعق وتهلل وتقول لي انت بتدلعي، قومي من كل الستات تعبانه، اشمعنى انت؟ خلاص انسي الموضوع ده. فاكره يا حبيبتي لما رحنا نجيب الشبكه، انا مش قلت لك اختاري اللي انت عايزاه؟ ايوه يا حبيبي فاكره، وفاكره كمان امك لما قالت لي اختاري اقل حاجه، هو احنا يعني مش واخدين بنت الباشا والحال على قده وعايزين نزفتكم ونجوزكم؟ يعني ما تختاريش حاجات غاليه وخلي عندك دم الولد داخل على جواز. دمي، لكن انا، انت جيت بعد كده قلت لها ايوه يا ماما عندك حق. ده ايه اللي انا بفكرك بيه ده يا ربي؟ ده انا طلعت خروف بجد. شفت، ما جبتش حاجه من عندي. يعني ايه يعني، مش فاكره لي اي حاجه حلوه؟ والله يا اخويا مش فاكره لك ولا حتى كلمه صغيره، بس عشان خاطر العيال. ايوه عشان خاطر العيال، والعيال عايزين ياكلوا لحمه وعايزين يذبحوا خروف السنه دي. يرضيك نجيب خروف غريب وانت موجود؟ اتلمي بقى. مش عارفه اتلم. ولا يا يوسف. ايه يا ماما؟ انا يا حبيبي. نعم يا ماما. مش انت يا حبيبي كنت عايزنا نجيبوا خروف السنه دي؟ ايوه يا ماما. لا، ايه ده، خروف يا ماما؟ هو بابا جاب خروف؟ لا، بابا هو الخروف. والله لو ورنيكي لما ارجع بني ادم. ايه، بابا جاب خروف؟ يلا يا حبيبي بقى، روح للجزار اللي جنبنا ده اهو، واتفق معاه ان هو يجي يذبح لنا الخروف ده اهو. حاضر يا ماما. الله، الواد فرح قوي، الحمد لله يا رب. كده يا تنكا هانم هتعمليها؟ يرضيك تاكلي العيال لحمه ابوهم، ويرضيك اجيب لحمه من بره ما نعرفش مصدرها ايه؟ يعني مفيش فايده؟ لا ماما، الجزار جه. ايه، الجزار جه؟ لا حرام عليك، ما تذبحنيش. لا انا مش خروف. لا سيبيني يا تنكا، حرام عليك ما تذبحنيش. الحمد لله، ده كابوس ده ولا ايه؟ الحمد لله ان هو كابوس، الحمد لله. في ايه يا حموكش، مالك بقى انت عايزه تذبحيني وعماله تتريق عليا؟ اخفى عليك. انا امتى؟ ايه يا حموكش، انت بتضربني ليه؟ ايه، انت اتجننت يا راجل؟ يا لهوي، الحقوني. ايه يا حموكش، انت اتجننت؟